استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية في السوق السوداء، وعضو بمجلس الشعب يتحدث عن سيناريوهات التحول للدعم النقدي ويكشف المستفيد الأول بذلك، وتراجع جديد في أسعار الذهب في سوريا على خلفية عودة تراجع سعر البورصة العالمية. هذه عناوين أهم الأخبار والأحداث الاقتصادية في سوريا. للمتابعة كمل معايا، أنا حسين علي بتكلم في الذهب والدولار والعملات. في البداية ما ننساش نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها الخير والبركة. ويلا بينا نبدأ. أهلا بيكم. عاد سوق الصرف في سوريا للاستقرار والهدوء يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024، سواء السوق الرسمية أو السوق الموازية، ليتحرك دولار السوق السوداء أمام الليرة السورية بين مستويات 15000 ليرة إلى 15500 ليرة. ووفقا لهذه الأسعار فإن 100 دولار هتساوي 1,500,000 ليرة. وكان مصرف سوريا المركزي قد حدد سعر الدولار في نشرة الصرافة والمصارف عند 13,600 ليرة، وفي نشرة السوق الرسمية التي تصدر عن البنوك عند 12,500 ليرة. وبالنسبة لأهم الأخبار الاقتصادية، تحدث عضو بمجلس الشعب السوري عن سيناريوهات التحول للدعم النقدي وكشف المستفيد الأول بذلك. وفي التفاصيل أكد محمد خير العكام عضو مجلس الشعب السوري أن تحويل الدعم السلعي إلى نقدي يؤدي إلى رفع حقيقي لمستوى معيشة مستحق الدعم، وأشار إلى أن توزيع الدعم حاليا وفق البطاقات الزكية يستفيد منه الأغنياء أكثر من ذوي الدخل المحدود. ويقصد بالأغنياء هنا من يستثمرون في القطاعات المدعومة من مشتقات نفطية وخبز وغيرها بشكل مخالف للقانون. ولفت إلى أن الحكومة تعمل منذ فترة على إعادة هيكلة الدعم وليس إلغائه، وأضاف أنه لا يعتقد أن ذلك تمهيدا لرفع الدعم بشكل نهائي، وأوضح أنه من المتوقع أن يكون توزيع الدعم النقدي على أساس العائلة وليس الأفراد، وذلك بناء على تخصيص حصة العائلة من مادة الخبز على سبيل المثال. وتابع أنه قد تم رفع سعر ربطة الخبز إلى سعر أقل دعما، وملاحظة الفرق بينه وبين السعر المدعوم السابق، وحساب متوسط استهلاك الأسرة من المادة، وبالتالي دفع الفرق كدعم نقدي للعائلة شهريا. ودعا الحكومة إلى إعادة النظر بالشرائح المستبعدة من الدعم والتدقيق في بياناتهم، وذلك نتيجة الهوة الكبيرة بين الأسعار والأجور، كونه بات هناك عدد كبير من الأسرة بحاجة للدعم، إضافة لإعطاء مدة كافية لفتح حسابات مصرفية كي تنجح عملية التحول إلى بدل نقدي. وفي النهاية نتمنى إن كان الدعم نقدي أو سلعي أن يتسم بعدالة التوزيع بين جميع أفراد المجتمع، بالإضافة إلى العمل الجاد لخفض أسعار السلع في الأسواق. فما فائدة أن تعطيني 1,000,000 ليرة وأنا بحاجة إلى 5,000,000 ليرة شهريا، حيث يعاني الجميع من الظروف المعيشية الصعبة والطاحنة. ورغم كل ما يعانيه المواطن من سوء في الحالة المعيشية، أجده لا يزال متمسك بآمال وأحلام عودة الحبيبة سوريا لما كانت عليه من قبل، الهلال الخصيب الذي يربط بين الشرق والغرب. وأقولها وأكررها في كل حلقة إن حييت: بلادك حياتك وشرفك، إن بقيت بقيت أنت وذكرت، وإن فنيت وانكسرت تشردت أنت بين الدول. فالتاريخ إما يذكرك بأفعالك الوطنية المشرفة أو ينساك للأبد. وبالنسبة لأسعار صرف دولار في عدد من المدن والمحافظات السورية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، سجل الدولار في دمشق 15,100 ليرة مبيع و 15,000 ليرة شراء، وسجل الدولار في حلب 15,150 ليرة مبيع و 15,050 ليرة شراء، وسجل الدولار في إدلب 15,400 ليرة مبيع و 15,300 ليرة شراء، وسجل الدولار في اللاذقية طرطوس 15,100 ليرة مبيع و 15,000 ليرة شراء، وسجل الدولار في حماة 15,150 ليرة مبيع و 15,050 ليرة شراء، وسجل الدولار في درعة 15,150 ليرة مبيع و 15,050 ليرة شراء، وسجل الدولار في حمص 15,150 ليرة مبيع و 15,050 ليرة شراء، وسجل الدولار في عين العرب 15,300 ليرة مبيع و 15,200 ليرة شراء، وسجل الدولار في منبج 15,300 ليرة مبيع و 15,200 ليرة شراء، وسجل الدولار في الرقة 15,300 ليرة مبيع و 15,200 ليرة شراء،
وسجل الدولار في دير الزور 15450 ليرة مبيع و15350 ليرة شراء، وسجل الدولار في الحسكة القامشلي 15500 ليرة مبيع و15400 ليرة شراء. أما فيما يتعلق بأسعار صرف عدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرة السورية خلال تعاملات اليوم، سجل اليورو 15939 ليرة مبيع و15826 ليرة شراء، وسجل الدولار الكندي 10814 ليرة مبيع و10733 ليرة شراء، وسجل الجنيه الاسترليني 18643 ليرة مبيع و18703 ليرة شراء، وسجل الدولار الاسترالي 9873 ليرة مبيع و9792 ليرة شراء، وسجلت الليرة التركية 454 ليرة مبيع و449 ليرة شراء، وسجل الريال السعودي 3960 ليرة مبيع و3930 ليرة شراء، وسجل الدينار الكويتي 48332 ليرة مبيع و47982 ليرة شراء، وسجل الدرهم الإماراتي 4045 ليرة مبيع و4015 ليرة شراء، وسجل الريال القطري 4071 ليرة مبيع و4040 ليرة شراء، وسجل الدينار الأردني 20932 ليرة مبيع و20783 ليرة شراء، وسجل الدينار العراقي 11326 ليرة مبيع و11250 ليرة شراء، وسجل الجنيه المصري 307 ليرة مبيع و303 ليرة شراء. وبالنسبة لأسعار الذهب في الداخل السوري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، سجل جرام الذهب عيار 24 مليون و118 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 22 مليون و27 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 21 982 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 18 842 ألف ليرة، وسجلت أونصة الذهب 2327 دولار فاصل 23 سنت، وسجلت ليرة الذهب 8 مليون و14 ألف ليرة سورية اللي بتساوي 523 دولار فاصل 79 سنت، وسجلت أونصة الفضة 447746 ليرة سورية اللي بتساوي 29 دولار فاصل 26 سنت، وسجل جرام الفضة في سوريا 14397 ليرة. نكمل جولتنا لاستعراض أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية، واللي وصلنا فيها لأسعار صرف الدولار في لبنان واللي سجل في البنك المركزي اللبناني 15000 ليرة، وما زالت أسعار صرف الدولار مستقرة في السوق السوداء في لبنان عند مستويات 89650 ليرة للبيع و89350 ليرة للشراء. دي كانت جولتنا لاستعراض أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية. لو وصلك الفيديو ما توقفوش عندك علشان غيرك يعرف الأسعار ويعرف تحديثاتها أول بأول. تابعني وادعمني، أنا حسين علي هقدم لك كل جديد في عالم الدولار وعالم الذهب. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.